خلنا ناخذ مشاهدينا وياكم فاصل قصير وننتقل لموضوع آخر بعد هذا الفاصل. يا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا وحياكم الله. من الفقرة الاجتماعية اللي كانت عن الأم العاملة بننتقل إلى فقرة أخرى وأقدر أقول عنها صحية لأن بنتعرف من خلالها على إحدى المستشفيات اللي موجودة عندنا في إمارة دبي واللي فيها الكثير من المميزات والمعايير العالية في تقديم كل ما يفيد طبعا أكيد المرضى وأيضا المجال الصحي. بنتعرف وياكم على المستشفى السعودي الألماني اللي موجود عندنا في إمارة دبي وأرحب في هذه الفقرة بالدكتورة ريم عثمان المدير التنفيذي لمستشفى السعودي الألماني. أهلا مرحبا بك يا دكتورة. أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. حياك الله. نحن أيضا خلال فقراتنا بنشوف تقرير إن شاء الله عن هذه المستشفى واللي تعتبر وحدة من المستشفيات ووحدة من المجموعة الخاصة بالمستشفى أو مستشفيات الألماني السعودي الألماني. موجودة عندنا في دبي تقريبا من 10 شهور. أيوة. بالتحديد في منطقة البرشة. خبرينا عن مميزات هذه المستشفى. طبعا المستشفى السعودي الألماني بالأول نحن مجموعة من عمرها 28 سنة بلشت من مدينة جدة بالسعودية. حاليا عندنا 4 مستشفيات بالسعودية، مستشفى بصنعاء وآخر مستشفى كان مستشفانا بدبي. تم الافتتاح الرسمي بشهر مارس بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد وإن شاء الله نتمنى أن نكون إضافة إيجابية للقطاع الصحي بمدينة دبي. سؤال يعني يطرح نفسه، شو اللي يخلي الواحد أنه يختار المستشفى السعودي الألماني عن غيره من المستشفيات؟ طبعا كان فكرتنا بالتوسع والمجيء لدبي هو جلب الخبرة السعودية والخبرة الألمانية. نعم. لا مدينة دبي، القطاع الصحي بالسعودية إجمالا قطاع متطور ومتقدم ودائما نعتمد على جلب أفضل الخبرات الطبية، الالتزام بمعايير الجودة، الاهتمام بصحة المريض. فالقطاع الصحي قطاع يهتم بأفضل أهم شيء عند الإنسان اللي هو الأرواح. صحيح. فدائما المستشفيات كلها يعني لازم تعمل لتقديم أفضل خدمة صحية. نعم جميل. وأيضا المستشفى السعودي الألماني تعتبر من المستشفيات التي تساند مبادرة سمو الشيخ محمد بن راشد اللي هي مبادرة السفر السياحي. مبادرة الميديكال توريزم اللي هي السياحة العلاجية. نعم. مبادرة أطلقها سموه بمارس الماضي. وطبعا مدينة دبي تعتبر يعني أنا بنظري يفترض أنها تكون رقم واحد بالسياحة العلاجية ولازم كل المستشفيات مستشفى السعودي الألماني والمستشفيات الأخرى تعمل لتحقيق هذا الموضوع. مدينة دبي مدينة فيها كل الإمكانيات لاستقطاب المرضى من جميع أنحاء العالم، الانفراستراكشر في اللي فيها الخدمات الطبية والطيران السهل، الانتقال السهل للمدينة، وهذا أمر بيسهل مجيء المرضى وتقديم أفضل خدمات العلاجية لهم. فنحن عم نعمل هي جزء من استراتيجيتنا وعملنا لتحقيق مبادرة سمو. نعم جميل. دكتورة ريم نحن بنشوف ويا المشاهدين الحين جولة في المستشفى. أوكي. كثير من الناس حابين أن يدخلون يشوفون هذه المستشفى، يعني إن شاء الله الله لا يكتب أن حد يدخل مستشفيات ولكن خلنا نشوف هذه المستشفى وغرف هذه المستشفى وأقسامها من خلال هذا التقرير. تعد مجموعة مستشفيات السعودي الألماني أكبر مجموعات الرعاية الصحية الطبية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أنشئ أول مستشفى لها في عام 1988 لتكون باكورة لشبكة طبية رائدة توسعت من خلالها المجموعة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تهدف المجموعة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وقد قدمت المجموعة العديد من الطرق الجراحية الجديدة لأول مرة في الشرق الأوسط، وما تزال رائدة في هذه التطورات، هذا بالإضافة إلى تقديم العديد من الأنشطة والخدمات الاجتماعية.
يعد المستشفى السعودي الألماني في دبي أكبر المستشفيات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، سواء من ناحية المساحة حيث تصل إلى نحو 100,000 متر مربع، وتحظى مرافق المستشفى بأحدث المعدات العالمية سعيا منها لإرساء دعائم الخدمة الطبية المتميزة والواعدة في المنطقة العربية. مشاهدينا، هي أكبر مستشفى خاص موجود في منطقة الشرق الأوسط، إحدى المستشفيات التابعة لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني الموجودة عندنا في إمارة دبي. رحب فيك من جديد دكتورة ريم عثمان. طبعا إذا بنتحدث عن الأجهزة الجديدة أو الأجهزة الحديثة المستخدمة في هذه المستشفى، والتي أكيد تهم الكثير من الناس أن يعرفون عنها، خبرين عن الأجهزة الموجودة. طبعا حاليا نحن باستراتيجية افتتاح المستشفى، تم الافتتاح على عدة مراحل. المرحلة الأولى حاليا المستشفى عندنا هو مستشفى سعته 320 سرير. حاليا بالمرحلة الأولى في عندنا تم افتتاح 100 سرير، كل التخصصات الطبية موجودة عندنا، خدمة طوارئ 24 ساعة، الأجهزة الطبية، القسطرة القلبية، تحاليل الكلية، مختبر النوم، جاما كاميرا لعلاج الأورام، كل الأجهزة الحمد لله من أحدث الأجهزة الموجودة. طيب، والأهم من الأجهزة هم الأطباء أكيد اللي يستخدمون هذه الأجهزة. فهل هناك أسماء لامعة خبرات في هذه المستشفى؟ خبرينا عنها. طبعا نحن بنعتمد على الأطباء الألمان والأطباء المتخرجين كمان من شهادات ألمانية أو شهادات أوروبية. كمان عملنا على استقطاب الأسماء اللامعة من دبي نفسها، عندنا العديد من الأطباء اللي كانوا بيعملوا بدبي من 20 سنة و 15 سنة، الأسماء اللامعة اللي انضموا حاليا لفريق العمل لدينا. المستشفى عندنا 39 جنسية، من سواء الطاقم الطبي أو الإداري، تقريبا 20 جنسية من الأطباء، فمنحاول قدر الإمكان الاعتماد على الكفاءة لتحديد معايير توظيف الأطباء لدينا. جميل. أيضا هناك استراتيجية خاصة بالدكتورة ريم العثمان طبعا التي تمشي عليها هذه المستشفى، خبرينا عن هذه الاستراتيجية. طبعا كمديرة للمستشفى استراتيجيتي أنا هدفي دائما وصول بالمستشفى إلى رقم واحد إن شاء الله في إمارة دبي وبالمنطقة ككل. استراتيجيتي طبعا بناء بعتمد على أولا كاستراتيجية داخلية، وهي تنظيم المستشفى من الداخل، إما ببناء خلق بيئة عمل مناسبة للموظفين عنا، خلق أيضا مستشفى جيد للمرضى وللمراجعين. الاستراتيجية الثانية هي الاستراتيجية التوسعية. حاليا هاي المستشفى هي تعتبر المرحلة الأولى، مرحلة المستشفى السعودي الألماني بدبي، عندنا خطة توسعية لبناء 6 مستشفيات تخصصية، كل مستشفى سعته 50 سرير بنفس المنطقة، يعني بتشكيل ما يسمى مدينة طبية متكاملة مصغرة عند بمساحة المستشفى لدينا. وأيضا الاستراتيجية تعتمد إن شاء الله على تحقيق دور فاعل بمجال السياحة الطبية بمدينة دبي. استراتيجية رائعة والعمل الاجتماعي كمان عمل مهم. نحن يعني تم الافتتاح من 10 أشهر، ولكن اوريدي بدأنا بخدمات، تقديم خدمات الاجتماعية والمساهمة، سواء كان لنا دور فاعل بأكتوبر بحملة التوعية بسرطان الثدي والوقاية منه، حملات للكارديولوجي للأمراض القلبية والسكري وغيره. نعم جميل. هو افتتاح مبدئي مثل ما ذكرتي، يعني 100 سرير، وإلى الأمام هناك أيضا المرحلة الجاية بال 2013 إن شاء الله الافتتاح الكامل للمستشفى. تحبين تضيفين أي شيء؟ تفضلي دكتورة. أحب أضيف أنه إن شاء الله يكون ثقة سمو الشيخ محمد بن راشد بأنه عطانا أعطي الأرض لبنينا المستشفى عليها، وقدم لنا كل التسهيلات اللازمة مشان مجموعة والاستثمار السعودي يتم في دبي. إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية وعلى قدر الثقة، وإن شاء الله مستشفى السعودي الألماني بدبي يلعب دور فاعل بخدمة مدينة دبي. جميل. مستشفى السعودي الألماني يعني مستشفى واسم